أحدثكم اليوم عن فيلم نورا للمخرج السعودي توفيق الزايدي. أنا مدرس جديد. ما أظنك مدرس. أوراقي معي في السيارة، أجيبها لك. تعش يا رجال، تعش الله يهداك. جاكسون جاكسون جاكسون. كيف راح أشوف وجهي؟ فيلم نورا فيه حساسية، فيه رقة، فيه إنسانية كبيرة، ويسرد قصة نادر وهو مدرس يذهب إلى قرية معزولة ليدرس أولاد هذه القرية، وهناك يتعرف على نورا التي تطلب منه أن يرسمها لأنه كان رساماً قبل أن يكون مدرساً، وهنا تبدأ هذه العلاقة من خلال الفن والجمال. الفيلم فيه إذن هذه الحساسية الفنية، وفيه هذه الرقة وهذه العلاقة الإنسانية بين بطلين، نورا التي تطمح إلى الحرية وتطمح إلى الذهاب إلى المدينة، ونادر الذي يجد من خلال علاقته بنورا وسيلة للتعبير عن فنه من جديد. فيلم نورا إذن يشارك في فعالية نظرة ما.